يلا بينا نجهز على طول ونبتدي على طول. اول حاجه كده بقى واحنا واقفين بنحب نتعرف على بعض ونشوف انتوا عارفين بعض كويس ولا لا. عندي حاجات بابا وماما يعرفوهاش بجد؟ اه والله. طب هنشوف هنشوف دلوقتي. انا هسالك انت بقى، بما انك انت قلت بابا وماما ما يعرفوهاش، انت تعرف حاجات كتير عن بابا وماما؟ لا شوي. طب ايه اسم انتيم بابا؟ اخو انتيم وصاحبه اكتر واحد صاحبه. اكتر واحد صاحبه. شيل بس ايدك من على بقك عشان اسمع. ممكن عمو مصطفى او صاحبه التاني. عمو مصطفى فعلا؟ اه صاحب صاحبه ماما. صاحبه التاني ده اسمه ايه يعني؟ احنا عرفنا مين صاحبه التاني؟ ممكن اشرف. ايوه صح احمد اشرف. اوكي طيب عندي سؤال للاستاذ مالك. انت مالك صح؟ عشان بس انا هتلخبط شويه. مالك ماما كانت في مدرسه اسمها ايه؟ اسمها الحريه. ايوه صح كده؟ لا بابا الحريه. انا سقاره. يلا الحمد لله جت في بابا. ماشي اوكي. انا هسال بقى بابا. ها بابا ايه اسم بقى انتيم محمود؟ انتيم محمود؟ لا انتيمة محمود. الله والله العظيم. تمارا. تمارا؟ اه لا هو اللي بالجنيه. لا يا محمود امال مين يا محمود؟ عنده بنات كتيره. ماشي حلو. هو في كتير والله ما يعني. والله حلو جميل بس اكتر واحده فيهم صعبتها تمارا. جوري. تمارا؟ جوري. جوري ولا تمارا؟ هنزعل تمارا وجوري. جوري. الاثنين الاثنين عشان ما يزعلوش. اوكي الاثنين. ماشي استاذ يوسف. يوسف قول لي بقى بابا كان في جامعه ايه؟ بابا كان في جامعة ايه ولا دخل كلية ايه؟ عارفين دخل كلية ايه؟ بابا مهندس طيران. مهندس؟ اه. كان في جامعة ايه؟ كان عايش فين؟ انا عايش في الحك لا لا القاهرة. لا لا ايوه يبقى بابا جامعة ايه؟ جامعة القاهرة. جامعة القاهرة يا راجل كل ده علشان توصل. ماشي ماما ايه اكتر اكلة احمد بيحبها ياكلها من ايدك؟ حاجات كتيرة بالظبط يعني. انت جاية ايه بقى؟ في نقطة ضعفه. انا بس سجق. لا برجر؟ لا مشي مشي يا احمد. طب قول انت يا احمد. هي خسرت خلاص. مكرونة بانيه. مكرونة وبانيه. ايوه صح. اكلت كل الشعب البانيه. البانيه عيش. انا اسهل حاجة. طب حلو ده انت موفر قوي يا ابني وجميل ولذيذ. ماشي ايه ده؟ والله ما تدينيش حاجة. والله جاية لك ما تخافش. هنسأل السؤال لبابا ونسأل بابا على مالك ويوسف مع بعض، إيه أكتر حاجة بيتخانقوا عليها هما الاتنين؟ كل حاجة. أكتر حاجة يا بابا، أكتر حاجة. بالظبط. بلاي ستيشن. بلاي ستيشن؟ طب مين بيضحي بقى؟ يعني مين بيجي في الآخر يقوم قايل له طب خلاص؟ ماما اللي بتضحي. ده كده كده، ده كده كده الأم تضحية. والصراحة أنا مش بنضحي بأي حاجة. الله عليك على إيه الصراحة دي؟ ده ده جاي صريح. طب ده بيضحي على طول. ده والله هو انا عارفه هو بس قوي. اللي بيتكلم كتير بيبقى عكس. ايوه لازم يبقى في واحد كده واحد كده. ماشي طيب قولي بقى محمود. نسال محمود. ماشي ايه اكتر حاجه ماما بتزعل منك لما بتعملها؟ حاجات كتيره بس اول أحمد. احمد انا بسال محمود. فطيره. فطيره يا ولد. ايه يا محمود كل ايه يا محمود؟ ما بتعملش غلطات يا للدرجات دي غلطاتك بسيطه قوي. مش فاكر الولد حاجه. انا اضرب احمد. ان انت تضرب احمد؟ اه اللي هي ممنوعه عندنا خالص. لا في حاجات في حاجه تانية انا خطيره قوي. ايه بقى؟ الولاعه. الولاعه بتلعب بالولاعه؟ اه اي حاجه خطر محمود بيلعب. اي حاجه خطر بتلعب فيها. اي حاجه. ايه يا محمود؟ طب هو بيستكشف بس اهم حاجه ان انت تبقى فاهم ان في حاجات ما ينفعش نستكشف فيها زياده عن اللزوم. صح؟ هو يبقى عارف بس بيحب يجرب. لا مش هنجرب. بلاش بقى اللي هو الزياده ده يعني. او لو هنجرب نجرب بابا جنبنا يقول لنا ينفع نجرب لحد فين وكده. لا طبعا مش هينفع مش هيوافق. هقول له اجرب حاجه خطيره. هي هتتناقشوا هيقول لك خطيره ليه؟ هو عارف ان هي خطيره فبيعملها لوحده. بس بقى اشرح له خطيره ليه؟ طيب نخش على اللعبه بقى على طول ونخش على الاسئله وعندنا فقره اسئله. فقره الاسئله دي متقسمه لثلاث مراحل. انا مين او انا ايه؟ الاسره بتجاوب الاسرع والادق بسرعه جدا. كل الاسره هتشارك في ده. وبعد كده عندنا صح وغلط. هيبقوا الولاد بس هم اللي بيجاوبوا. وعايزه افكركم ان انتوا عندكم وسائل المساعده. وبعد كده عندنا اختيارات من بين القوسين ثلاث اختيارات وبرضو انتوا اللي هتجاوبوا. ولو ما عرفتوش ممكن تستخدموا وسائل المساعده. فاكرينها؟ اه استدعاء ولي امر وهنغني. أيوة. اوكي يلا بينا نبدا على طول كده واحنا ايه سخنين. السؤال للاسره دي. انا قائد الحمله الفرنسيه على مصر. نابليون. اي طب مالك مهزوز ليه؟ ما هزيتش استنيك. حسيت ان هو بديهي. بس كده خلاص كده مش حلوه الثقه دي. انا القائد الذي استطاع هزيمه الصليبيين. صلاح الدين.
برضو نفس الاداء. مش احنا عارفين ان احنا معلش او ممكن ندي فرصه. يلا اللي بعده. انا بطل الجزء الاول من مسلسل الاختيار. منسي. احمد المنسي. ايوه منسي. هو منسي كان مين الممثل اسمه ايه؟ امير كرار. ايوه برافو. ماشي برافو والله العظيم. طيب انا بطل فيلم الممر. احمد عز. برافو. ماشي مين جاهز يعمل بقى مهمه؟ اقول دي بقى حاجه مش هقول لكم احنا داخلين على ايه. هتختاروا بسرعه حد فيكم يجي بسرعه. بصوا بقى نعمل ايه. اقف عندك ناحيتي وهو هيقف جنبك. ايوه كل واحد على ناحيه. برافو محمود. برافو يوسف. يوسف ومحمود دي اول مهمه معانا النهارده. دايما عندنا كور الوانها حلوه جدا بس في كوره كبيره هاندبول لونها ازرق. اللي هيجيب فيها الكوره اسرع هو اللي هيبقى بيكسب اول مهمه. هل انتوا جاهزين؟ ايوه جاهزين. هل انتوا جاهزين تشجعوا؟ طبعا جاهزين. بلو ستادي. بلو بلو يا مالك. بلو يا مالك. بلو بلو يا مالك. بلو يا مالك. مالك 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 يلا مالك 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 برافو. كملوا كملوا. يلا 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 يا حوده. يا حوده. يا حوده. يا حوده. بص يا حوده. هنا 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 هنا